أعزائنا المشاهدين، السلام عليكم، وإليكم نشرة الأخبار أقدمها لكم كمال سليمان من هيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبي من أديس أبابا. تبرعت رئيسة الجمهورية سهلة ورك زودي بمساعدات غذائية لأكثر من 2000 امرأة من ذوات الدخل المنخفض بالتعاون مع وكالات الإغاثة. وتمت المساعدات بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي خصص المساعدات الغذائية ل 2400 امرأة تعيش برعاية منظمة المساعدة الذاتية ذوات الدخل المنخفض بمناسبة الأعياد. ووفقا للرئيسة، تأتي المساعدة للتخفيف من آثار الكوفيد-19 والتي ألقت بظلالها على الظروف المعيشية للمجتمع وخاصة النساء ذوات الدخل المنخفض. وقالت إن الدعم سيخفف من قلقهم خاصة مع اقتراب مناسبات الأعياد. وتحدثت الرئيسة عن تفاوت الأسر في مواجهة تحديات المعيشة مع انتشار الفيروس، مضيفة أن المجتمع يجب أن يتكاتف ويتعاون فيما بينه. استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية السيد دمك مكونن في مكتبه الممثل الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان لشرق إفريقيا السيد مارسيل سي أكوبوفو، وأجرى معه مناقشات مثمرة. وعرب نائب رئيس الوزراء عن تقديره للسيد مارسيل لاستعداد مكتبه لدعم جهود إثيوبيا في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في إثيوبيا، كما أشاد بالاتفاق المشترك الأخير بين الأمم المتحدة واللجنة التنفيذية لحقوق الإنسان لإجراء تحقيقات مشتركة في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان التي يزعم ارتكابها في إقليم تيغراي. وفي هذا الصدد قال السيد دمك إن الحكومة الإثيوبية ملتزمة بتقديم الجنات إلى العدالة بناء على نتائج التحقيق المشترك، مضيفا أن التعاون الناجح في التحقيق المشترك بين المؤسستين سيوضح الواقع على الأرض ويوقف الانتقادات غير المبررة بشأن الاستقلال المؤسسي للجنة. وعرب أخيرا عن أمله في أن تبدأ اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان والمفوضية تحقيقهما المشترك قريبا، وأن ذلك سيساهم في تعزيز قدرة اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان. كما تناول النقاش بين الجانبين النزاع الحدودي بين إثيوبيا والسودان والمفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي. من جانبه شكر السيد مارسيل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية على تقديم الدعم والتعاون لإنجاح مكتبه في الإقليم، كما عرب الممثل الإقليمي عن ارتياحه لعلاقة العمل والتعاون مع اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان ولا سيما التحقيق المشترك بشأن قضية تيغراي. اختتم الوفد الإثيوبي برئاسة وزيرة الدولة لشؤون الخارجية السفيرة برتكان أيانو زيارة لأمريكا أجرت خلالها المناقشات المباشرة مع الإثيوبيين وذوي الأصول الإثيوبية في الولايات المتحدة. وتهدف الزيارة إلى تشجيع المغتربين الإثيوبيين على مواصلة تقديم الدعم المالي والمعنوي للمشاريع الوطنية وإجراء مناقشات بناءة بشأن القضايا الراهنة في البلاد. وضم الوفد الذي توجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية المديرة العامة لوكالة المغتربين الإثيوبية السيدة سلاموين داويت، وأجرت مناقشات مثمرة مع الإثيوبيين الذين يعيشون في واشنطن ونيويورك ومينيسوتا وضواحيها. وخلال مناقشات عربت السفيرة برتكان وأعضاء الوفد عن امتنان بلادهم لدعم المغتربين في القضايا المتعلقة بسد النهضة ومكافحة الكوفيد-19 ومشروع مائدة من أجل الوطن. وعرب الوفد عن سعادته بالدعم الملحوظ المقدم لقوات الدفاع الإثيوبية وجميع المتضررين خلال عملية إنفاذ القانون في الجزء الشمالي من البلاد. تم افتتاح محطتين مركزيتين لمعالجة مياه الصرف الصحي ومختبر مبنى إدارة أكاكي تشفي بأديس أبابا في 28 من أبريل الجاري. وهاتان المحطتان تعملان على معالجة مياه الصرف الصحي في تشفي 2 و3 والقدرة على تصفية 12500 متر مكعب من مياه الصرف الصحي يوميا. وستخدم المشاريع أكثر من 423 ألف شخص
وستزيد الطاقة الإنتاجية من 148 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي يومياً إلى 173 ألفاً. وتم تمويل المشاريع الثلاثة من قبل الحكومة بتكلفة تزيد عن 1.1 مليار بر. وقالت نائبة رئيسة بلدية أديس أبابا أدانة شبيبي التي افتتحت المشروع إنه يجب التخطيط لمثل هذه الأعمال بانتظام لجعل أديس أبابا جميلة ونظيفة. وقالت إن المشروع مهم ليس فقط للتخلص من مياه الصرف الصحي ولكن أيضا لصحة المجتمع. من جانبه قال مدير عام هيئة مياه الشرب والصرف الصحي بالمدينة المهندس زريو نباتة إن المشاريع المنجزة ستزيد من قدرة المدينة على التخلص من مياه الصرف الصحي غير الصحية. وتعكف الهيئة حاليا على بناء 164 ألف متر مكعب من المصافي في جنوب أكاكي والحوض الشرقي. التقى السفير الإثيوبي لدى الجزائر نبيات غيتاتشو مع وزير الموارد المائية لجمهورية الجزائر البروفيسور مهيوبي مصطفى كامل، وناقش السفير معه سبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في مجال الموارد المائية. وأطلع السفير نبيات الوزير حول عملية البناء والمفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي الكبير. وأعرب السفير عن التزام إثيوبيا الراسخ بالجوار وأيضا بالحوار مع دولتي المصب بهدف معالجة مخاوفهما والتوصل إلى اتفاق يضمن فوائد جميع الأطراف. كما أشار إلى قناعة إثيوبيا بأن العملية الجارية بقيادة الاتحاد الإفريقي ستسهم في تحقيق هذا الهدف بروح إيجاد حلول إفريقيا للمشاكل الإفريقية. تبرعت غرفة التجارة الصينية في إثيوبيا بقيمة 20 مليون بر من الإمدادات الطبية لمستشفى إكا كتبي العام، وتهدف المساعدة إلى احتواء انتشار الكوفيد 19 في إثيوبيا وتحسين القدرة على مكافحة الفيروسات في مستشفى إكا كتبي العام. وشمل التبرع الذي قدمه مركز الرعاية المركزية في أوروبا عربة إسعاف مجهزة لمكافحة الكوفيد 19 و16 جهاز تهوية و4 سرة وحدة للعناية المركزة و4 أجهزة مراقبة للمرضى. وفي حديثه خلال حفل التسليم قال المستشار بالسفارة الصينية ليو يو إن التبرع هو تعبير عن امتنان المجتمع الصيني لحكومة إثيوبيا والشعب لدعمهم الطويل الأمد لتشغيل الشركات الصينية، وأضاف أنه دليل على تصميم مجتمع الأعمال الصيني للوقوف جنبا إلى جنب مع إثيوبيا في الجهود المبذولة لمكافحة جائحة الكوفيد 19. ووفقا لما قاله يو فإن التعاون بين إثيوبيا والصين ليس فقط بين الحكومات ولكن أيضا بين المجتمع. وقال إنه في ظل الجهود المشتركة لحكومتي وشعب إثيوبيا والصين ستصبح العلاقات بين البلدين أوثق وأقوى، مضيفا أن البلدين سيتعاونان أيضا لخلق مستقبل مشرق من الازدهار المشترك. وأشاد وزير الدولة بوزارة الصحة نيابة عن حكومة وشعب إثيوبيا بدعم الحكومة الصينية لمكافحة جائحة الكوفيد 19. نظمت القنصلية الفخرية لإثيوبيا ونادي الأعمال الفرنسي الإثيوبي بالتعاون مع السفارة الإثيوبية في باريس بفرنسا ندوة افتراضية بعنوان تعزيز فرص السياحة الإثيوبية لشركات القطاع الخاص الفرنسية. وأشارت الدكتورة هيروت كاسو وزيرة الثقافة والسياحة في إثيوبيا في كلمتها الرئيسية إلى العلاقات التاريخية القائمة بين إثيوبيا وفرنسا والتعاون متعدد الأوجه بين البلدين الصديقين. وسلطت الوزيرة الضوء على الإمكانيات السياحية التي تتوفر في إثيوبيا معربة عن أملها في أن يكون الاجتماع مناسبة مهمة لتسليط الضوء حول هذه الإمكانيات وتحفيز تدفقات السياحة الفرنسية إلى إثيوبيا.
وأبرز السيد هينوك تفرى سفير إثيوبيا في فرنسا في خطابه الافتتاحي التوقعات الإيجابية المستقبلية للسياحة الإثيوبية وفقاً لآخر تقرير صادر عن منظمة السياحة العالمية، ودعا شركات القطاع الخاص الفرنسي إلى إدراج إثيوبيا في برنامجها السياحي بالنظر إلى أن فرنسا معروفة كمصدر للسياحة الخارجية من ناحية، كما أن إثيوبيا تتمتع بمناطق جذب سياحية هائلة من ناحية أخرى. قالت وزارة التعليم والعلوم إن مؤسسات التعليم العالي في إثيوبيا والولايات المتحدة الأمريكية تعمل بشكل وثيق لتعزيز الشراكة وتعزيز الإصلاح الإداري. وخلال اجتماع تشاوري تم تنظيمه أمس لإطلاق مشروع شراكة، قال البروفيسور أفورك كاسو وزير الدولة في وزارة العلوم والتعليم العالي إن المنصة مفيدة في تشكيل جهود تنمية الموارد البشرية في إثيوبيا، وتحقيقا لهذه الغاية علق قائلا أن الجامعات تعمل على مدار الساعة للتوصل وأيضا لإيجاد قوة بشرية ماهرة ومنتجة. وفقا لوكالة حماية البيئة، شهدت الوزارة بالسفارة الأمريكية في أديس أبابا لمساعدتها في تعزيز التعاون والشراكة مع مؤسسات التعليم العالي الأمريكية والإثيوبية. أثيوبية وأنا متشوقة لأرى سد النهضة. أنا إفريقي وأنا أؤمن بالتضامن في استخدام الموارد المشتركة. والنقطة الثانية أنا بنستخدم الكهرباء في الموارد الكهربائية لمحاربة الفقر والتخلف، وهذا هو هدفنا ليس أكثر من هذا. وأرجو أن تفهمنا جيدا، نحن لا نريد الضرر للآخرين وإنما نريد التعاون معكم. شهد العالم الكثير من السدود، وسد النهضة سد مثل غيره، كل ما ينطبق على تلك السدود ينطبق على سد النهضة أيضا. النيل ثقافة مغروزة فينا في شتى النواحي، النيل هوية عرف الكثير كأبنائه، النيل حياة يعيش الكثير حولها. سد النهضة هو حق تاريخي مكتسب بنيناه بجهودنا وبإرادتنا بعد توفيق الله عز وجل، فلنحافظ على هذه الرسالة لنوضح للعالم بأن سد النهضة مصدر سلام وتعاون مشترك بيننا وبين أشقائنا في جمهورية مصر العربية. إن بناء السدود في الأراضي المرتفعة بدلا من السدود المبنية في المناطق الصحراوية سيقلل من خطر التبخر. سد النهضة سيكون مداراً لتصدير الطاقة المتجددة والنقية لأثيوبيا والدول الأفريقية بأسعار معقولة. لا يمكن أن نرضى ولا يمكن أن نقبل أن يعيش جل شعبنا في ظلام دامس، في فقر مدقع. أن سد النهضة سد تنموي وسد إيجابي لكل يعني مناطق دول حوض النيل الشرقي، ونقول مبروك للسودان، مبروك لأثيوبيا، ومبروك أيضا للشعب المصري الذي لن يتضرر من هذا السد. يجب أن يكون للنيل مصدر للوحدة، دافعا للتطور، وساحة للسلام. إذن ماذا ننتظر؟ يدا بيد من ننتفع بهبة الله الثمينة بعلم وعقلانية. تبرع المغتربون الإثيوبيون في أرض الصومال بسيارة إسعاف قيمتها 2.5 مليون بر لقوات الدفاع الوطني الإثيوبي، والتي تشارك في عملية إنفاذ القانون في الجزء الشمالي من البلاد.
وفي حفل التسليم ألقت وزيرة الدولة بوزارة الدفاع السيدة مارتا لوغي وشكرت المجتمع على دعمه، بينما دعا القنصل العام السيد سعيد محمد إلى المشاركة النشطة للمجتمع في مختلف القضايا الوطنية. وحضر الحفل القادة العسكريون بوزارة الدفاع الإثيوبية ومجتمع أرض الصومال. دعا الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو إلى إلغاء تمديد فترة ولايته لمدة عامين، وتأتي هذه الدعوة بعد دخول أنصار خصومه في جدل حول تمديد ولاية الرئيس. ورد أن السكان فروا من المنطقة عقب الاشتباكات التي دارت بين مؤيديه ومعارضيه في مقديشو. وفي كلمة ألقاها للشعب الصومالي اليوم، دعا رئيس الجمهورية إلى إجراء انتخابات، وأشاد برئيس الوزراء محمد حسين لمعارضة تمديد فترة ولايته. ويأتي هذا التباين بين الرئيس الصومالي والمعارضة وسط شعور الكثيرين من الصوماليين بالقلق من أن حركة الشباب الصومالية سوف تستغل الفجوة في البلاد لخلق المشاكل. أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن المواطنين الحاصلين على لقاح الكوفيد-19 غير ملزمين بارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة. وبحسب الإرشادات الجديدة، فإن من حصل على جرعات اللقاح المطلوبة غير ملزم بارتداء كمامة لو كان بمفرده أو مع مجموعة صغيرة من الأشخاص الحاصلين على اللقاح. لكن مراكز مكافحة الأمراض لم تغير الإرشادات السابقة الخاصة بضرورة ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة أو الأماكن المزدحمة، وتم تطعيم 95 مليون أمريكي بشكل كامل حتى الآن. واحتفل الرئيس الأمريكي جون بايدن بهذا التطور، واعتبر الإرشادات الجديدة تقدما استثنائيا. بهذا أعزائنا المشاهدين ننتهي من تقديم هذه النشرة، دمتم في رعاية الله وحفظه.